إن تلوح في الأفق بوادر انفراج أزمة إلا وتظهر أخرى تزيد من تفاقم المعاناة لدى المواطنين. وكلما تعالت الأصوات وبحت لتدخل حكومي للقيام بالواجب، كانت تقع سسيد الموقف تجاه هذه الأصوات. هذا هو حال المواطن اليمني التي تقالبت عليه الأزمات وصمت في وجهه الآذان. والله احنا ما عدنا، هل الأزمات يعني حلت في اليمن وتركت العالم كله وبقيت في اليمن؟ فما ندخل من أزمة، نخرج من أزمة إلا ودخلنا في أزمة ثانية أضر من الأزمة اللي قبلها. فنكون أزمة بترول، أزمة ديزل، أزمة غاز، أزمة قطاع طرق، أزمة متقطعين في طرق، أي تختار طريق وأنت 40 50 نقطة في طريق حديث صنعاء، طريق صنعاء عدن، طريق صنعاء مالب، طريق صنعاء عمران، كل الشوارع من نقط. وهل الدولة أصبحت عاجزة عن ضبط هؤلاء الأشخاص الذين هم يعدوا بعدد الأصابع أو بالمئة تخليهم مقابل أن يعيش الشعب؟ شعب وصف بالمناضل، فقلما تجد شعبا يتحمل أزمتين في وقت واحد كأبناء اليمن الذين يعانون الأمرين من أزمة في المشتقات النفطية ومحنة في الانقطاعات الكهربائية. إن ما فيش الشعب يتحمل ضربتين مع بعض، يعني ضربة فوق ضربة، معاناة المشتقات النفطية والكهرباء، أزمة الكهرباء وأزمة فوق أزمة. معطين الصباح يعني من الصبح نحن مطوبرين، لا دوام ولا عمل ولا شيء، ندور مشتقات نفطية البترول. يظل المواطن يبحث عن الوقود بين محطات مغلقة وأخرى تشهد طابورا طويلا من السيارات، في حين أن الأضرار لم تقتصر عند هذا فحسب، بل تعدت ذلك إلى ارتفاع في أسعار السلع والاحتياجات الأساسية للمواطن. احنا نقول لحكومة الوفاق أنه هذا يعني شبعونا عن ماذا وفعلوا لنا أزمة بترول، يعني الشعب قد احنا طافحين لنا شابعين مانا، يعني كل ساعة وفعلوا لنا أزمة كهرباء يطفوها، بترول يقطعوا، تيزل ما بش، الوايت الماء يطلع لك بخمسة ألف بثمانية ألف، ما هذا من عيش هذا يا خبير، أنهم عيدولوا ولا يقدموا استقالتهم. معاناة جماء يتجرعها المواطن أثناء حياته اليومية ملازمة له في حله وترحاله، غير أن الأمنيات تظل الحق الوحيد الذي لا قدرة لحاكم على سلبه من المواطن. كلما قلنا عساها تنجلي قالت الأيام هذا مبتداها، هكذا أصبح لسان حال المواطنين في ظل تزايد الأزمات التي لم يلحظ لها بوادر للانفراج، مواجها إياها بسلاح سلمي خالص وهو الصبر والحب لهذا الوطن. يحل هادي اليمن اليوم، صنعاء.